مساكم الله بالخير. كثير من اللي راسلوني يقولون العلف الاخضر ما يسمن، العلف الاخضر ما يسمن، العلف الاخضر ما يسمن. وش تبونها؟ تبونها بالطريقه العلميه ولا تبونها بالطريقه التقليديه؟ التقليديه من قديم والناس تعلف اخضر في المزارع واسمن ما به غنمهم. تبونها بالطريقه العلميه، البروتين موجود في النبات سواء اخضر او يابس، رطب او ناشف. الشعير تخمرونه طيب بالماء يطلع رطب، البروتين ينقص منه يذوب في الماء بعضه، يبقى 7 في الشعير وهو 11. يا جماعة الخير لا تتكلم إلا عندك علم، أما كلام منقول أو سمعت هذا كلام فاضي. حنا من يوم الله خلقنا والمزرعة تعلف الغنم منها أخضر، ولا في أسمن من الغنم، ولا فيه أطيب في الظهور منهم. يا الله لك الحمد، ما شاء الله تبارك الله. الشحم يتدربه كثير من الناس يسألني ليش تعلف أخضر، ليش ما تعلف اليابس؟ يا جماعة الخير الغنم المنقطعة اللي جهازها الهضمي ضعيف يجب أن تأكل أخضر. الأخضر غني بفيتامين هاء السيلوم، طبيعي ينشط جهازها الهضمي، بعدها علف أي علف. مثل ما ترون أمامكم عزلناهن حتى لا يصرحن مع الحلال ويضعفن، حطيناهن سلفة في الماء ويبدأ يتعودن على الحشائش، يبدأ الهضم يكون عندهن سهل بإذن الله. طبعا هذه الغنم المنقطعة بهم منقطعة جدا. أول شيء سويناه غسلنا الحلال كامل وطلعناه الآن عشان ينشف في الهواء الطلق، وسيتم عزله بإذن الله اليوم ونبدأ معه بالعلف المركز. أبشركم فضل الله سبحانه، أنتجت وجابت خروف. طبعا أبوه نعيمي ولم حرية اللي هي من الحرش، وكثير من الناس قالوا ليه ما تتدخل، ليه التدخل في وقت له وقت يعرفون أهل الحلال، وهي ما تعسرت الحمد لله ولادتها. حياكم الله جميعا. عندنا هالشات وسمناها بالبويه الزرقاء مغتثة وبدأ الانتفاخ في بطنها، لكن إن شاء الله إن الله يفرج عنها. وعندنا هذا بعد مغتث وبدأ الانتفاخ من أسفل وكأنه بدير. اللهم لك الحمد. هذه الشات اللي أمس كانت تعبانة مغتثة، هذه تأكل اليوم. وهذا الحري أيضا عن ذاك أول واحد يأكل وموره في السليم، منعنا عنه الماء فقط والفضل من الله. اليوم فيه ضيوف 2، أول مرة يصرحن مع الغنم، طلعناهن من محجر الولادة، هذا وأخوه. طبعا الآن يتعبن شوي لأنه ما تعودن على المشي، لكن هالشات هذه رايمة واحد ونافرتنا الآخر. شوفوا الفرق، مع أنهم مولودات في نفس اليوم لكن شوفوا هذا وشوفوا هذا، فرق شاسع. الله يطرح لنا ولكم البركة. لازم أمسكها وأجبهن وأحطهم في الشبك هذا الصغير عشان اللي رايمته ما يرضى على الحليب عن الثاني، أنا أخوه. يطرحنا هذا الفحل لين بغيته يغش جو حق بهره، يوقف ما عاد يأكل. شوف 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 كيف، سبحان الله العظيم، لأنه ما يقدر يحك بهره.